الأعمى شو ماله هون؟ لا لا أكيد هون، بس هاي حرمة مدللة أميرة بتضل بأوضتها مشان الشمس ما تحرق لها وشها. يا تحسين يا مو صباح، ديري بالك على أختك قبل ما أغسل الغسيلات. إيه يا مو؟ لا أنا تضرساني هون. جمال هاد، لك أنا بحلم ولا بعلم؟ ولي الله ستر إن ما شافتني. بس شو هاد؟ لا لا ولا لا ويا ولا لا، سمر عيوننا غزالة أميري يا سمراني. ولي على قلبي على الصوت، أحلى من صوت الحساسية. على الحارة ما شفنا منكم إلا مصايب، لكن لو بتطلع على سابع سما أجيبك يا وافي. علي بابو إصرار، 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 تحسين أخذها. وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف، سألت وين أخذ فرس العقيد ورايح، أم قال لي أنت ما دخلك. من زمان؟ من شوي معلم. روح شوف شغلك، روح. ماشي. روح. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي. والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون؟ بس ما يكون دري بالقصة. يا فضيحتك يا ابو ادهم. ابو ادهم؟ اهلين مختار. شوف عقيد، ترى طفح الكيل معي، كلمتين ورد غطاهن الله يرضى عليك. اذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعصه برجلي قدوده. تأمر مختار، اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو؟ عجبك على الفصول الخايسة تبع ابن عمك؟ مو شي بيهز البدن وبينومي سي عقيد. معك حق يا مختار، معك حق. معناتها مو بس على عفاف عم يتناوق اهل واطي. بشو عم تفكر؟ عم فكر بكلامك عن الواطي وبالعملة اللي عملها مع حريمات المسكين. يخرب بيت قلبه. لك مرته للإسكافي كانت مرت أبوه، يعني مثل أمه. لا تزعل مني يا أبو أدهم، هذا الواطي رح يوسخ سمعة عيلتكم، مشان هيك لازم يتقلع من الحارة. وانت قلت مختار، لازم يتقلع من الحارة، وعيلتنا بإذن الله رح تتبرى منه ورح تهدر دمه اليوم قبل بكرة. لا مو مستاهل القصة لهالدرجة يا أبو أدهم، مهما كان بضل تحسين ابنكم. أنا فكري يعني نقلعوا سنتين ثلاثة هيك فركة إذن، بس نتأكد إنه عائل ما رجعوا. أنا راح اجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بموضوع تأليته. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. شلون يعني ما في لزوم؟ لأنه تحسين ترك الحارة وهرب. شو عرفه؟ أخذ الفرس وهرب فيه. قالوا فرس؟ السقلاوية. هلا
هلا السقلاوية راحي وانت مبرد دمك وعطيت اجر على اجر لك يا عقيد. شو بدك ياني سوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان المفروض نجمع كل قبضايات الحارة ويروح يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا لسه كل شغله بتقلي ما في لزوم ما في لزوم؟ لانه السقلاوي ما بركبها غير خيال واحد مختار. ولو هلا بتلحشوا لتحسين ترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل وتلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحة على بالي. يلا وين يا مسهل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس بعدها نحن لازم نجتمع مع بوات الحارة ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقول لهم شو عملنا بحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفة ما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي منقول لهم عملنا دالي وبس. سقلاوي رجع تاكيد. ها شو قلت لك؟ الأصيل بيضل أصيل. وبيرجع لعند الأصيل. ايوه. السلام عليكم. الله معك. جماعتكم مشان ثلاث شغلات. أول باشتان مشان نشوف عضو جديد بدال أبو عارف الله يرحمه. رحمة الله عليك. رحمة الله عليك. وتاني باشتان مشان أبو صلاح وسرقة دكانته. بس وينه أبو صلاح؟ ما يشايفه. أنا أصدق ما خبرته مشان ما ينحرج قدامنا. وثالث باشتان مشان تحسين. وهي القصة اللي بدنا نبدأ فيها أول شيء. ليش لهلأ ما صالحتون هو أبو شومان ونصري؟ قصة خناقته مع أبو شومان ونصري ما بينحكى فيها قدام هي القصة. أوف أوف، وشو مساوي؟ كمان في قصة جديدة؟ قصة جديدة وكبيرة كثير يا أبو لطفي. شو القصة يا مختار؟ ما بقدر أحكيها، كل اللي بقدر أقوله إنه تحسين عامل ندالة لازم يتقلع عليها من الحارة وقدام كل الخلايق. يعني بلا منودية مختار لازم نعرف شو عامل. يعني إذا كان الزلمة ندل وواطي وعامل ندالة بالحارة لازم ينكشف على حقيقته وكل الناس تعرف بقصته. ولا تنسى يا أبو جهدي إنه تحسين بيكون ابن عمه لأبو أدهم، والمختار عامل خاطر لأبو أدهم وما بده يفضح الزلمة. لا أبو عبدو لا، أنا هذا الواطي تبريت منه وحكمت عليه بالموت، والمختار بيعرف هالشي. وهلأ قدامكم إذا بشوفه أو بلمحه أو بعرف وين هو بدي أشخطه شخط. وحد الله يا أبو أدهم. هدي حالك وتعوذ من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقتل الإنسان إلا بذنب يستحق عليه القتل. الله يرضى عليك، لا تتسرع وتخسر الدنيا والآخرة. وبعدين يا جماعة الله أمر بالسترة، ومو ضروري نعرف الزلمة شو عامل. طالما المختار قايل إنه بيستاهل التقلية خلاص بيتقلع. نحن ما عم نخبي القصة كرمال أبو أدهم أو كرمال تحسين، بس لأنه القصة بتمس شرف جماعة مستورين، وإذا الناس دلوا فيها رح ينضروا هالجماعة ونحن واجبنا نستر عليهم. من الآخر تحسين عامل ندالة ولازم يتقلع من الحارة، إلا إذا حدا منكم له رأي تاني. لا إذا هيك معك حق. يعني موافقين على تقليعته؟ موافقين. موافقين. معناتها بتفهموا كل الناس إنه تحسين ما له قاعدة بهالحارة، واللي بيشوفه بيقلعوا باسمي، وبيفهموا إنه حارة عياش اتحرمت عليه طول عمره. إيه بس يا مختار مشان أمه لتحسين مرة كبيرة وباركة وما له معين وما بتترك لحالها. ما عليك من القصة أبو عبدو، أنا بشوف لها شي حرمي أرملة بتدير بال عليها وأنا بدفع لها كراها. ليش مختار لو تحمل الحمل كلياته لحالها؟ نتعاون كلياتنا والحمل على الجماعة هي. يسلم التم يا أبو لطفي. العفو منكم يا جماعة، أم تحسين بتضل مرت عمي وأنا مشغول فيها. كفو عقيد، كتر خيرك. وبالنسبة لموضوع أبو صلاح يا جماعة، نحن لازم نعمل لمية بدون ما يدرى ونعوض عليه. ليش لا؟ بيصير. الله يجزيكم الخير. وهي أبو أدهم بيتعاون هو قبضايات الحارة وبيحموها. الحارة ما بيحموها إلا قبضاياتها. ناتا مثل ما اتفقنا، من هون ليوم الخميس بنكون دبرنا واحد لعضوات الحارة بدال المرحوم أبو عارف. رحمة الله عليه. وكل واحد منكم بيجيب المبلغ اللي اتفقنا عليه مشان أبو صلاح، وبرضاي عليكم الحكي ما بيطلع برات المضافة. وبالنسبة لأم تحسين، أنا بحكي مع الداية ديبي وبخليها تدير بال عليها. وشو بدها كري أنا بعطيها. ماشي. إيه شو عليه؟ أنا بدي رأيي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. أنت شيخنا، قول عنك. صلاة
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا جماعة شايفين مثل ما أنا شايف؟ كأنه في زلمة ناحل مادنا ولا أنا عم تخيل لي؟ لا لا بلا في زلمة. لك هذا أبو نجيب مو هيك أبو زهدي؟ أي والله هو بذاته. هذا أبو نجيب بدي يقدم بدالك وببلاش كمان. هو يصلي بالأول بعدين بخليه يقدم. شو أبو نجيب؟ شو عم تعمل فوق؟ عم شوف الهلال شي دراسي إذا ولد ولا لسه؟ لك شو بدك بالهلال إذا من شهر رمضان؟ رمضان مطول. لا لا سي دراسي مو بشهر رمضان، شان الكره. أنا كره؟ كره دكاكين سي دراسي. شو رأيك؟ يا عيون عفاف تسلم لي عيونك. لوين بدك تروحي؟ بدي روح اتوضى مشان صلي. الله يعكر حياتك مثل ما عكرت حياتنا يا تحسين الواطي.